فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص من خارج هذه البلاد ويسأل فيقول، يقول إنه يريد الحج ويجد صعوبات في ذلك لأن حجه من بلده يكلف تكاليف باهظة ويستوجب التسجيل في قائمة والانتظار إلى أكثر من 7 سنوات حتى يظهر في هذه القائمة التي يسمح لها بالحج. سؤاله: هل يجوز أن يشتري اسما في هذه القائمة؟ كيف يشتري اسما في هذه القائمة؟ ما أعرف كيف يشتري اسما في هذه القائمة. هو الآن في المملكة ولا لا؟ لا، خارج المملكة. خارج المملكة يصبر، هو غير مستطيع. إذن غير مستطيع، والله جل وعلا يقول: من استطاع إليه سبيلا. هذا غير مستطيع، يصبر إلى أن يستطيع ولا يكلف نفسه. نعم.